القران الكريم يحتوي على مجموعه من القيم هذه القيم تعتبر ركائز للحضاره احنا اذا اردنا ان ننقذ انفسنا من هذا الواقع القائم من حاله التخلف التي نعيش فيها هذه القيم هي العلاج وهي الحل الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الله الله في القران يعني اذكر الله لا يسبقكم بالعمل به غيركم الاخرون الاجانب الكفار ياتون ويعملون بالقران ويسبقونكم في ذلك هل الكفار يعملون بالقران الجواب نعم كل ما تجدونه من تقدم في بلاد الكفر انما هو ببركه عملهم بالقران الكريم ولو في حدود نحن اهملنا هذه الايات نسينا هذه الايات اعرضنا عن هذه الايات فابتلينا بهذه المشاكل واحد من كبار اليهود، تعلمون ان اليهود كانوا امه لعلها اذل امه على وجه الارض، والسبب في ذلك واضح، لان اليهود اينما ذهبوا كانوا مثار للفساد والافساد دائما. ولذلك اليهود اينما كانوا في اي بلد كانوا كانوا منبوذين اهل البلد كانوا ينبذونهم الفين عام اليهود كانوا مشردين كانوا اذلاء واحد من كبار اليهود الذين غيروا واقع اليهود الى هذا الواقع الذي تجدونه الان اليهود بيدهم كثير من مقاليد السياسه العالميه الاقتصاد العالمي يتلاعبون ببلادنا قالوا لهذا الرجل كيف استطعت ان تنقل اليهود من تلك الحاله الى هذه الحاله قال في الواقع أنا كنت أفكر مدة طويلة لماذا نحن نعيش هذه الحالة، وكنت أقرأ الكتب المختلفة حتى أجد مفتاح الحل، حتى وصلت في مطالعاتي إلى هذه الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب التغيير لا يكون بالأماني بالآمال من يعمل سوءا يجزب وصلت إلى هذه الآية فوجدت أن هذه الآية مفتاح تغيير حالتنا نحن اليهود، وبدات بالعمل وغيرت واقعنا. الكفار اخذوا بالقران الكريم بمقدار ما اخذوا تقدموا. الان بلاد الغرب مع كل الملاحظات التي عليها، مع كل المشكلات التي فيها، ولكنهم عندهم مبدأ من مبادئ القرآن الكريم بمقدار الوالد رحمه الله يقول واحد بالمية القرآن الكريم يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم قانون الحرية هذا قانون من؟ قانون القرآن من اللي أخذ بهذا القانون إحنا المسلمين ما أخذنا بهذا القانون بلادنا بلاد الكبت والإرهاب الغربيين أخذوا بهذا القانون قانون الحرية واحد بالمية فتقدموا هذا التقدم الهائل